السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ مع بعض إن أنا نرسم ماس. خلينا نقوله نيو فاميلي ماس conceptual ماس. طبعا ده عندي ليفل 1، أقدر أقوله إن أنا عايز أكتر من ليفل. ممكن أعمل سيلكت كده على الليفل وهقول له كوبي وأقول له تيبل وأقول له كونسترين وأقول له مثلا 20 20 20 بالشكل دوت. وبعد كده ممكن ارسم شكل مثلا وليكن شكل اليبس، شكل بيضاوي بالشكل دوت. وبعد كده ممكن اقول له كوبي وأقول له حطولي في بيت الليفلات من ليفل 2 ليفل 8. ممكن تعمل سيلكت بقى على الشكل دوت تمام، وتقول له أنا عايز أعمل له روتيت. بزاوية مثلا 20. وبعد كده نروح لليفل اللي بعده وهكذا روتيت. أربعين بالشكل دوت. أو ممكن في طرق أسهل، يعني ممكن تقول له إيه أنا عايز أعمل الفيوهات دي كلها تمام في فلور بلان، وتقول له انشئ لي كل دول، وكل فلور فيهم تدخل تعدل فيه الحاجة اللي أنت عايزها. ده 2 ده 3 ده 4 تمام. احنا قلنا ده 20 ده 40 يبقى ده 60. روتيت 60. وفي طريقة أسهل إن أنت تفتح واحدة 3D واحدة 3D تانية، بس التانية واخدة ايزومتريك والتانية واخدة مسقط وهكذا. ففي طرق كتير يعني أيا كانت الطريقة اللي أنت استخدمتها. آخر مرة قلنا 60 تبقى 80. دي 20 40 60 80. وده هتاخد 100. ودي هتبقى 120. ودي 140. ونبص كده في 3D فهنلاقي المجسم بتاع البرج اهوت. فنعمل عليه سيلكت واقول له كرييت فورم، فيبدا يعمله لي بالشكل دوت. طبعا انت ممكن تعمل برامتر زي ما انت عايز، يعني ممكن تعمل سيلكت كده في ليفل 1. خلينا نخش كده في 3D. ممكن تعمل سيلكت مثلا على الشكل اللي تحت دوت وتقول له ايديت بروفايل، وتعدل اي حاجه انت عايزها. يعني ممكن تعدل تعمل ده بارامتر معين بالشكل دوت بحيث ان انت تقدر تعدل فيه اكس 1 بالشكل دوت اهو، بحيث ان انت لما تدخل هنا في اكس 1 مثلا 72 ممكن تخليها مثلا 80 مثلا تمام، فيبدا الشكل يتغير معاك.